الحمد لله كنت بشتغل وليا فخر ان انا كنت بشتغل تقريبا في حدود 3000 شركه في مصر كانوا بيشتغلوا معانا في الاعلان سيلز، سواء في الطرق، في الانشاءات، في الكباري، في الانفاق، في الالكتروميكانيك، في كل حاجه، في كل حاجه. مش حاجه اسمها شركه بتخسر. طب ازاي هنا شركه تبقى شركه كبيره ومحترمه وعظيمه تخسر؟ انا هحاول، هحاول ان انا باذن الله، باذن الله ما ينفعش يبقى في شركه عندنا بتخسر. شركه يعني تكسب، شركه هتجيب دخل، شركه يعني على الاقل تشيل نفسها ومرتباتها ومصاريفها وتدخل وفر كمان وتدخل دخل كمان للشركه نفسها ولباقي قطاعات الدوله ولوزاره الماليه. وزاره الماليه هتصرف منين؟ هتصرف منين؟ وزاره الماليه الدعم اللي بيتحط في الوقود والدعم اللي بيتحط في الخبز والدعم اللي بيتحط في البوتاجاز والدعم كل ده هيجي منين؟ ما لو مش لو 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 كل قطاعات الدوله تكاتفت وحولت على الاقل بلاش الخساره، حاله التعادل ده والخمول دي لو ما حولتش ده الى طاقه ايجابيه في الانتاج وتحقق مكاسب، طب الدوله تقدم ازاي؟ طب الدوله تتطور ازاي؟ طب الدوله تبني مرافقها ازاي؟ طب الدوله تبني مشروعاتها ازاي اللي بتنفذها؟ بحيث ان انا استفيد من كل الناس. لا هقطع رقبه حد ولا همشي حد بكره ولا هرفد حد الا لو ثبت ان هو يستاهل يترفد او يستاهل يمشي. انما كل من هو، انا همد ايدي لكل الناس، كل من هو جرير بثقه المصريين، مش بثقه كامل الوزير، بثقه المصريين وهينفذ مهمته وينفذ التعليمات والتوجيهات اللي هتصدر له ويحب وزارته، علشان ان شاء الله باذن الله ده مستمر معانا، مستمر معانا وعلى راسنا من فوق. عشان ان شاء الله باذن الله زي ما انا قلت امبارح وسمعتوني، ان شاء الله انا ناوي بيهم مش بحد تاني، انا ناوي بيهم. احتمال استعين بحد من سواء من الجيش او من بره الجيش، يعني ممكن ما عنديش مثلا يعني، ولكن ده مش معناه ان انا همشي القانونيين، لا ما اقصدش كده. يعني مثلا انا ممكن يكونش عندي، انا محتاج مثلا ادعم الاتجاه القانوني علشان عندنا مثلا اتفاقيات كتير وعندنا شغل كتير وعايزين في الفتره اللي جايه نغير قوانين ونغير لوائح. نغير لوائح ليه؟ وانت بتقول لنا دلوقتي ان الناس كويسين والناس ان شاء الله هم اللي يشتغلوا. هو لازم يشتغل بس لازم نغير لوائح علشان النشيط والشاطر نكافئه، واللي مش هيبقى يسمع الكلام بتاعنا ويمشي معانا ويجري معانا ويشتغل كويس نقدر نحاسبه.